سراو العاملين لهم 399 ليرة، 350 ليرة، 299. فالمنطقة هنا منطقة اللي سياحية بامتياز، المحلات اللي كيبيعوا الحلويات، الحلقوم، جلسات شعبية، المقاهي. وهنا كنكون وصلنا المسجد أمين ونور الجديد، وهذا سوق محمود باشا. هتلقاو هذا التمثال، هذا قبال المسجد الجديد كيجيو الناس يتصوروا معاه. هنا عندهم جميع انواع النباتات والزرع، واهم معلم تاريخي وتجاري هنايا هو السوق المصري، سوق البهارات وسوق الحلويات، انواع ديال الشاي، لوفتي شاي الحب. الاسعار هي هنايا بحال هذا 480 ليره الكيلو. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم، فيديو جديد وتغطيه جديده من مدينه اسطنبول. اليوم ان شاء الله نعمل لكم جوله من منطقه سركيجي الى منطقه امينونو. فالناس اللي متواجدين في سركيجي وباغين تمشيو للسوق المصري او سوق محمود باشا، هنوريكم الطريقه اللي مختصره جدا. فكما كتشوفوا حنا الان متواجدين في منتصف شارع سركيجي، كاين على اليمين ديالنا محل حافظ مصطفى الحلويات، من اشهر محلات الحلويات في اسطنبول. وقبالتنا كاينه محطه مترو سركيجي ومحطه ترامفاي سركيجي. فاذا بغيتوا تمشيو بالترام من سركيجي لامينونو محطة واحدة، وإذا بغيتوا تمشيو على رجلكم فكنمشيو على هذا الشارع هذا اللي فيه محل صفا للحلويات، هو من أشهر محلات الحلويات في إسطنبول. كيبيعوا هنا بالحبة وكذلك بالكيلو، أسعار ديالهم معقولة مقارنة مع محلات أخرى. كيبيعوا الكنافة، تلقوا بقلاوة، عندهم جميع أنواع الحلويات التركية. فكنمشيو مع هذا الشارع هذا، شارع واحد كيدينا حتى الأمينونو. على طول هذا الشارع تلقوا العديد من المحلات، سواء محلات الحلويات أو محلات الصرافة، المطاعم والمقاهي. هتلقاو كذلك محلات كثيره اللي كيبيعوا الاجهزه الالكترونيه وخصوصا معدات التصوير. فبالنسبه لهذا الشارع، شارع اللي حيوي وكيكثروا فيه السياح بشكل كبير. وحنا ماشيين هيبانوا لكم بعض المحلات اللي مفتوحين والبعض الاخر مسدودين. فاليوم احد، يوم عطله كيكون في تركيا، عليها هتلقاو بعض المحلات مسدودين. كما كتشوفوا كنخليو المحطة الترام أو المترو مورانا وكنمشيو في هاد الشارع هذا اللي على أول الشارع كينا محل صفا للحلويات. كما كتشوفوا هنا كينا العديد من المطاعم ومن المقاهي، كينا بعض المقاهي اللي شعبية بحال هذه اللي جات هنا في هاد الدرب، كيعملوا القهوة على الرمل، وكينا هنا مطاعم كثيرة. وكيتواجدوا كذلك في المنطقة العديد من الفنادق، فمنطقة سركيجي من الخيارات المفضلة عند السياح. وإذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ما تنسوشي تشاركوا باش يوصلكم من عندنا كل جديد، وخليوا لايك وتعليق وشاركوا الفيديو مع أحبابكم وصحابكم باش يوصل لأكبر عدد من الناس. وهنا كنلقاو ماركات ديفاكتو. ديفاكتو من أكثر الماركات اللي هتلقاوها منتشرة في إسطنبول وفي تركيا عموما. فهنعملوا جولة داخل ديفاكتو ونشوفوا الجديد ده هذا الموسم والأسعار. كاينة بحال هذا المونطو، هذا كيعمل 1800 ليرة اللي كتساوي 63 دولار 58 أورو، 640 درهم مغربية. كاين هاد الكحال 1600 ليرة اللي كتساوي 56 دولار 52 أورو، 570 درهم مغربية. كاينه بحال هادو خريسيات اللي كيجيو قصارين، هادو عاملين 450 ليره اللي كتساوي 16 دولار 15 اورو ونص. كاينه العديد من الملابس. بالنسبه للديفاكتورا فيه تقريبا شي 4 طوابق، فيه الملابس النسائيه والرجاليه وملابس الاطفال. كاينه السراول عاملين 400 ليره اللي كتساوي 14 دولار 13 اورو 142 درهم مغربيه. كاينه بحال هيدا قويم جات 350 ليره. كاينه هاد الكبابط هادو عاملين 700 ليره. بالنسبه للاسعار ديالو نوعا ما في أسعار اللي في المتوسط، ماشي رخيصة وماشي غالية. كاينة بحال هاد الكبوط هذا عامل 1300 ليرة اللي كتساوي 45 دولار 42 أورو. فهنكتفيو بهاد الجولة هذه في ديفاكتو وهنكملو الطريق ديالنا في اتجاه أمينونو. هتلقاو كذلك حتى إلسي وايكيكي. إلسي وايكيكي من الماركات التركية الاقتصادية، متواجدة كذلك هنا في المنطقة. فكما كتشوفوا هذا هو الشارع الرئيسي اللي كنا جايين فيه. كاين هنا هذا الفندق، هذا فندق 5 نجوم، فندق ليغاسي اوتومان، من الفنادق الممتازة في المنطقة. سعر الغرفة فيه في حدود 100 دولار لليلة الواحدة، عنده إطلالة رائعة على البوسفور.
فندق اللي واخد مساحة كبيرة هنا في منطقة أمينونو. وكما كتشوفوا كاين العديد من المحلات، سواء اللي كيبيعوا الهدايا التذكاريه او محلات الحلويات، المحلات اللي كيبيعوا الحلقوم، فكاينه العديد من المحلات، وحتى تحت فندق ليغاسي اوتومان كاينه العديد من المحلات اللي كيبيعوا الماركات المعروفه. الاسعار هنا في هذه المنطقه كتكون اسعار اللي سياحيه. كاين هنا محل كاندي شوب للحلويات، هذا المحل اللي عنده فروع كثيره في اسطنبول. بالنسبه لسعر الكيلو كيعمل 900 ليره اللي كتساوي 31 دولار، 320 درهم مغربيه. فمني كتدخلوا المحل كيعطيوكم قفازات بلاستيك، وانتوما كتاخذوا اي نوع بغيتوا. اذا بغيتوا اقل من الكيلو، اي كميه بغيتوها كتاخذوها من عندهم. على طول هاد الشارع كاين العديد من المحلات، سواء اللي كيبيعوا الهدايا التذكاريه او الحلويات، الحلقوم، القهوه التركيه. فهنا كيبقى يبان مسجد امينونو الجديد او ييني جامع. في الأزقة الجانبية هذه المنطقة هتلقوا مجموعة من المقاهي الشعبية والمطاعم الشعبية اللي عندهم جلسات تقليدية. فكما كتشوفوا منطقة اللي زوينة صراحة، هذه المنطقة من المناطق اللي مميزة في مدينة إسطنبول، كتربط بين سركيجي ومنطقة أمينونو. هنا كاينة بزاف ديال المطاعم اللي الأسعار ديالهم كتكون نوعا ما أسعار اللي مرتفعة. فمثلا إذا خديتوا الحلوى ديال الكريم من لاليلي بخمسة وسبعين ليرة، إذا جيتوا لهنا هتلقاوها عاملة 120 ليرة. القهوة يعني جميع الحلويات هتلقاوهم هنا السعر ديالهم زايد. فكما كتشوفوا هنا كاين عدد كبير ديال المطاعم، كاين كذلك حافظ مصطفى. حافظ مصطفى هتلقاو عنده فروع كثيرة في أي مكان مشيتوا في إسطنبول. وهاد الدخلة هذه كدينا على سوق محمود باشا، وحنا همشيو في الدخلة الثانية هنقربوا للساحة المسجد. كما كتشوفوا هذه الطريق اللي جينا منه، كاين عدد كبير هنا المحلات، وهذا المسجد الجديد أمينونو. فهنكملوا الجولة ديالنا، عدنا نوريكم المدخل الثاني ديال سوق محمود باشا. إذا بغيتوا تمشيو المحطة ترامفاي راه كتلقاو هنا العلامة ديال ترامفاي، كتدخلوا مع ديك القوس كيخرجكم مباشرة على ترامفاي ديال أمينونو. كاينين هنا العربات سواء اللي كيبيعوا الذرة أو اللي كيبيعوا السميت. وهاد المدخل هذا كذلك كيدينا على سوق محمود باشا. فبالنسبة لسوق محمود باشا هتلقاو عنده العديد من المداخل، هادو أقربهم من ناحية سركيجي. إذا كنتوا جايين سركيجي فكتدخلوا من هنا كيجيكم قريب. كاين على الشمال ديالنا مقبرة ديال السلاطين العثمانيين، وهذا مسجد أمينونو الجديد أو ييني جامع. كاين على الأسفل ديالو المواضيع ديال الرجال، وهنا قبالتو هتلقاو السوق المصري. كاينه هنا مجموعه من المقاعد اللي ممكن تجلسوا تستمتعوا بالاجواء ديال المكان. كاينه كذلك واحد التمثال اللي كيجيو الناس بزاف يتصوروا معاه هنايا، التمثال اللي معروف في هذه المنطقه واللي هو هذا على شكل اب والابن ديالو كيبيعوا السميت. عندهم هنا هاد الطبله هذه كيبيعوا فيها السميت. الاب كما كتشوفوا شاد السميت والابن كيحسب في الفلوس. فبزاف الناس هنا كيجيو كياخذوا صوره مع هذا التمثال هذا، كيجي زوين. وكاينه هنا واحد الخاصه او النافوره للماء. المنطقه صراحه منطقه اللي زوينه كيكثروا فيها السياح بشكل كبير. وهنا كتلقاو المسجد الجديد امينونو، من المساجد اللي زوينه بزاف في المنطقه، وتم التجديد ديالو مؤخرا المسجد اللي كبير. كاينه قبالته السوق المصري. فهذه هي المنطقه د امينونو، وشتو الطريق من سركيجي لامينونو، الطريق اللي مختصره جدا. كاينه بعض الناس اللي ما كيعرفوش هذا الطريق، كيتبعوا هنايا البذور ديال النبات. هاد الجهه كلها هنايا ناس اللي عزيز عليهم الغارس والنباتات، فهتلقاو هنا جميع انواع البذور كتتبع في هاد الجهه. وهذه منطقه امينونو. فندير لكم جوله خفيفه في هاد المحلات، تاخذوا فكره على نوع النباتات اللي كيتباعوا هنايا. صراحه انا ما كنفهمش في هادشي بزاف، ولكن حبيت نشارك معكم خصوصا الناس اللي عزيز عليهم هاد المجال. فهنا كما كتشوفوا كنخرجوا مباشره كنلقاو الساحه د امينونو. البوسفور قبلتنا فين كاينين العبارات، وعلى الشمال ديالنا كاينه السوق المصري. كتلقاو حدا المسجد الجديد د امينونو الساحه اللي كيكسروا فيها الحمام، كاينه الناس اللي كيبيعوا الذره هنا. اذا بغيتوا تشريوا الذره من عندهم وتطعموا الحمام، كياخذوا الناس كذلك صور زوينه هنا. فمنطقه امينونو من اشهر الاماكن السياحيه في مدينه اسطنبول، كتجمع بين الجمال البوسفور والجمال الاسواق المسجد، فمنطقه اللي مميزه جدا. واهم معلم تاريخي وتجاري في المنطقه هو السوق المصري. هاد السوق اللي تم البناء ديالو في 1664 واللي كيتعرف بسوق البهارات.
فهندخلو نعملو جولة داخل السوق المصري. سبق لي عملت لكم فيه جولة مفصلة، نخلي لكم الفيديو في الأعلى وفي صندوق الوصف. دابا هنعملو غير جولة خفيفة داخل السوق. كما كتشوفوا عند البوابة مكتوب تاريخ البناء ذات السوق اللي كان في 1664، ومنه ممكن نخرجو على سوق محمود باشا مباشرة. فهذا تصميم السوق. السوق تبع فيه البهارات، الحلويات، الهدايا التذكارية، فيه الذهب، فيه الحرير والجلد كيتباع هنايا. كما كتشوفوا الفولار، الشال، كتلقاو أشياء كثيرة داخل السوق المصري. هنا الأنواع ديال الشاي، لوفتي شاي الحب. هنا الأنواع ديال الصابون. البهارات، فهو كيتسمى بالأساس سوق البهارات. هنا الحلقوم، وهنا البقلاوة. كيبيعوا حتى المنتجات التجميلية، كتلقاوها هنا بعض أنواع الأدوية بحال مثلا ديال الزكام، بحال بومادات اللي كيدهنوا، مساجات كتلقاوهم عندهم هنايا. كاينين هاد الانواع ديال الدريات. فكما كتشوفوا هذا هو السوق، شكل المحلات هنا مميز كيكون. طريقة ديال تنظيم السلع. شوفوا ديال الكويسات شحال زوينين. بالنسبة للديكور ديال المحلات صراحة كيكون شي حاجة اللي زوينة، كاينة بحال بساطة هادو أسعار عليهم. كما كتشوفوا طريقة ديال تنظيم زوينة وكتعطي جمالية كبيرة للمحلات. تقريبا المحلات كيتشابهوا هنايا. اذا بغيتوا مثلا تقديتوا من عند شي محل وبغيتوا تبقاو عاقلين عليه، شوفوا الرقم هذا المحل. فاذا لاحظتوا هيبانوا لكم محلات كيتشابهوا، حاولوا تاخذوا الرقم في المحل. الاسعار هي هنايا، بحال هذا 480 ليره الكيلو، هادو 640. بهارات، هذا هو السوق المصري، سوق البهارات والحلويات. كانت هذه هي جولتنا لهذا اليوم من منطقة سركيجي لمنطقة أمينونو. بالنسبة لسوق محمود باشا، أي باب خرجتوا منه من السوق المصري كتدخلكم مباشرة على سوق محمود باشا. فهنعمل لكم جولة مستقلة في سوق محمود باشا، سواء الأماكن اللي كتبع فيها الملابس بالتقسيط أو بالجملة. فإذا كنتم من الناس دي أول مرة كتشاهدوا القناة، ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم من عدنا كل جديد، وخليوا لايك وتعليق على هذا الفيديو. وكما كتشوفوا هذا الباب كتخرجنا على سوق محمود باشا مباشرة. فنتلقى إن شاء الله في الجولة القادمة. استودعكم الله.